احنا النهارده عملنا طبعا الهيلثي ده عشان وجودك طبعا معانا، ولان انت قلت لنا احنا عايزين لانه بجد الناس احنا عايزين نغير ثقافتنا شويه. احنا فعلا كمصريين شويه عشان بنحب الاكل، بس احنا مظلومين فان احنا عندنا سيستم يعني في الاكل، فده مهم. لكن خليني بقى اسال حضرتك، الامراض الضغط العالي يبعدوا عن ايه ويتعاملوا في ايه؟ طبعا هيبعدوا عن اي حاجه فيها حوادق، املاح، حاجات بتحرق، الحاجات دي كلها طبعا هنقللها ونبعدها تماما. في انواع من الفاكهه مثلا لا مش محبذه ليهم؟ لا 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 خالص. على فكره الفاكهه لكل الناس، بصي طالما احنا معتدلين ما عندناش مشاكل. على فكره حتى الاكل بتاعنا مش لازم يبقى معمول بطريقه دايت. يعني انت مثلا، يعني في ناس مثلا بتحب المحشي، فاحنا عارفين المحشي بتاعنا عملناه هيلثي قبل كده بالبرغل، وعملناه قبل كده بالفريك، ما نستخدمش فيه السمنه، ما نسبكش الصلصه، لا خلاص امان. انت كده امان بالظبط. لو عملنا كل اكلنا نايف ناي تمام. على اسلوب الطهي حضرتك تقصدي؟ اسلوب الطهي احنا نطبخ ازاي؟ ايوه بالظبط كده. طيب مرضى الضغط لا طبعا كل الفاكهه مسموحه. مرضى السكر بقى عشان احنا عايزين نقول لهم ايه اللي ينفعهم، ايه الفاكهه اللي ممكن تعلي السكر؟ دي اكتر ناس يا حرام بتتعذب. طبعا احنا هنبعد عن الحلويات ونحاول نقللها على قد ما نقدر. السكريات الكتير، الناس كتير بتحط بقى يعني 5 6 7 معالق سكر في الشاي. طب ولا سؤال، لو انا هعمل دلوقتي كيك لمرضى السكر يفضل احط فيه الفركتوز ولا استخدم العسل الابيض بنسبه قليله؟ يا ريت العسل الابيض. طب تمام. طب الفاكهه او السكر البني، ولو استخدمت الفاكهه كفاكهه زي التفاح او الكمثرى، ايه تاني غير دول ممكن يديهم؟ يا ريت وما يبقاش كومبوت. لا مش كومبوت، احنا هنسلقه في ميه ونحطه على طول مهروس بيوري. بالظبط، ده هيبقى هايل جدا لمرضى السكر في اي كيك ونستعيد. طب الزبادي اوكي مسموح لهم؟ طبعا. انواع الدقيق بالنسبه لهم اللي الدقيق البني طبعا اللي هو اللي احنا بنستخدمه، قمح او شوفان؟ بالظبط قمح او شوفان. الشوفان هايل، الشوفان ممتاز واقل سعرات. بالظبط. السلطه مهمه جدا بالنسبه لهم. نشويات بنديهم شويه نشويات بس بكميات قليله، لان هم كده او كده لازم محتاجين حاجه تعوضهم كميه السكر اللي احنا بنمنعها. تمام. فليهم نشويات، ليهم مكرونه، ليهم رز. يفضل برضو طريقه الطهي. يعني انا لو سلقت الرز حاجات مسلوقه او على البخار، على البخار هيبقى افضل بكتير من احنا نعمله بالسمنه والشعريه والحاجات دي. وعلى فكره حتى لو مش مريض سكر، حتى عشان نحافظ على صحتنا. بالظبط، حتى عشان نحافظ على صحتنا والاطفال وكلهم، ونعود اطفالنا بقى على الطعم ده. وعلى فكره احنا ما بناخدش وقت طويل ان احنا نتعود على الطعم، انت عارفه. يعني اللي بيقلل حتى سكره في الشاي او حاجه بياخد يومين ثلاثة وتلاقي بيبدا خلاص ياخد على الطعم ده، خلاص الطعم ده بيبقى هو المستساغ بالنسبه له. تمام. فاحنا لو عودنا نفسنا على طريقه الطهي الصح والسليمه احنا هنبقى تمام زي الفل، ومحدش هيعاني من حاجه، وان شاء الله ما يجيش امراض ان شاء الله. بس انا بقول لك ان الكورسز بتاعتنا كمان امنه جدا مع المرضى سكر، ما بتعملش بقى ولا بتعمل امساك ولا اسهال ولا الحاجات دي خالص 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 خالص. بس هقول لك على حاجه علشان نبقى برضو امنا مع الناس. ايوه. احنا الكورس بتاعنا كبسولات واعشاب ونقط. تمام. الاعشاب والنقط هتعمل شويه ليونه، ليونه اوكي، شويه ليونه. وده ايه بقى؟ ده انا بسحب كل ما هي الدهون هتروح فين. هتروح فين؟ هتخرج. يعني انا بقول لك ما تلعبيش رياضه، وبقول لك ما تمشيش، وبقول لك هتاكلي اللي انت عايزاه، بس ما هو في دهون. طب والدهون اللي انا بحرقها او اللي الجسم بيبدا يحرقها بتخرج ازاي؟ طبعا فبتخرج عن طريق الاعشاب دي، لان هي الاعشاب دي احنا بنعتبرها نوع من انواع الديتوكس للجسم كله. كويس. انا بغسل بيه الجسم كله وبسحب منه الدهون فبتخرج بره، فبتبقى في ليونه بعد الاعشاب. وممكن يستخدمها واحد مش تخين بس عايز يحافظ على فترات طويله. طبعا اتقدم ليهم كورس تاني، عشان كده بقول لك احنا عندنا منتجاتنا الحمد لله كتيره جدا وتغطي كل احتياجات الناس.